عرفش اساسي ديالك في اول لقب ليك رفقتنا نادي الرجاء الرياضي لقب ذهبي بدون تسجيل اي هدف؟ والحمد لله يعني موسم استثنائي كان بالنسبه لنا، لقب بدون هزيمه كنظن ان ما جو بونس ما يعاودش يصرى، دونك غيبقى لنا في التاريخ. الحمد لله ونشكره على هذا الشامبيون. دونك نشكر اللاعبين، مدرب، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، مكتب مسير على رأس السي محمد بودريقة اللي ما كيبخلوش علينا بمجهودات. هذا الجمهور اللي حج اليوم الله يعطيه الصحة، جمهور عظيم بكل صراحة، ما كيبخلش علينا بالمجهودات والحمد لله. وهذا التأهل هذا ان شاء الله غادي يعطينا واحد الحافز معنوي يخلينا نمشيو ان شاء الله النهائي، باش نيغوسيو النهائي كوم يلفو ان شاء الله. النهائي غيكون امام يسري الاحساس ديالك وانت كتحقق اللقب الاول لك رفقة نادي الرجاء الرياضي لقب ذهبي، وكذلك رسالتك للجمهور الرجاوي اللي حاج بكثافه مدينه اكادير المسانده ديالك. السلام عليكم. كما قال الصديق ديالي نشكر بالمناسبه اللي طيت 30 دورة وكاع الأصدقاء ديالي طيت 30 دورة ما خصمناش، كما قال لك حاجة ماشي بسهلة وجو بونس ما تعاودش، حنا ما دابينا ما تعاودش، هادي باش حنا نكونوا حنا دخلنا للتاريخ إن شاء الله نكملوها بدوبلي إن شاء الله، وين تكون عندنا مباراة صعبة ثاني مع نادي اللي كان منافسنا على اللقب إن شاء الله تكون نصيبنا إن شاء الله، ونفرحوا هاد الجماهير كما قلت اللي حضروا بقوة ماشي غير اليوم وين ما كانوا ساند في ظهرنا. نحبو نشكرهم بزاف، نشكر اللاعبين، نشكر ستاف تكنيك، ميديكال، كل واحد اللي كان عنده دور في هذا التتويج. يسري شنو هو السر وراء تحقيقك لقب الهداف ولقب افضل لاعب اجنبي في شوف هذه احسن هداف ولا احسن لاعب ما تكونش عندك غير لما كان عندك اصدقاء، كنا خاوة بزاف فهمت، كنا خاوة في التيران، خاوة برا، كنا نتلاقى وكنا عايشين بحال الخاوة، هما اللي ساعدوني باش قدرت نحقق هذا البيتور. هذا البيتور اخويا، البيتور الله يعطيك الصحة. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.